عسلامة. 44% هي نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة إلى حدود 6 شهور في بلدان العالم. احنا في تونس بعاد ياسر على الرقم هذا، احنا في حدود 13.5%، وهذه نسبة ضعيفة برشا كي نقارنوها حتى بالنسبة للبلدان اللي تشبهنا من الناحية الثقافية ومن ناحية اللغة وإلى آخره. الدراسة هذه تعملت في تونس عام 2018، عامين من بعد يعني 2020 دراسة أخرى قامت بها وزارة المرأة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف باش يقفوا على الخلفيات وراء هالتدهور الكبير في الرضاعة الطبيعية في تونس. الدراسة هذه ورت أنه عائلة على اثنين حسب التقريب تفتقد المعلومات حول الرضاعة الطبيعية، معلومات كما مثلاً فوائد حليب الأم بالنسبة للصغير، بالنسبة لأمه، كذلك وقتاش تبدا الرضاعه، كيفاش شنو الريتم نتاع الرضاعه، كيف تقع صعوبات، كيفاش نجموا نعالجوهم الصعوبات هذوكم باش نشحوا الرضاعه الطبيعيه. هذاك علاش انا دكتوره زهره مراكشي طب اطفال اختصاص طب الرضيع نقترح عليكم في منصه تطور مجموعه من الدروس حول الرضاعه الطبيعيه.